بغيت نسط نهضر لكم على زاد في هذا الفيديو بحيث انا بروزيت بحيث انا واحد الانسان اللي متواضع بزاف خلاص انني نشارك معكم الاكسبيريونس ديالي بزاد اللي كنت كنلعب بها من سيزون 1 علاش بالضبط اصلا بديت كنلعب بزاف بزاف حيت هو كما كنعرفوا واحد الشامبيون اللي صراحه عنده الهيبه اون فيت كانت عنده الهيبه حتى النهار جات رايت ورات الوجه شنو هما الابيليتيز ديال زاد الصراحه اللي ما كنتش عارف الابيليتيز ديالو غير جو فاك يور سيلف حتى الصات انا الابيليتيز ديال زاد راه كنت كنعرفو من هذا الاستعمار وات ذا فاك ندوزو الصات الكومبو زاد عنده بزاف ديال الكومبوز فهاد هذا هو الخطا الشائع اللي كيوقع فيه كلشي لدرجة كتمشي لليوتيوب اصاحبي كتلقى فيديو فيه 10 دقائق كيقول لك 100000 كومبو كتبقى كتفرج فيه وكتشدك الدوخه وصريصه وكتمشي كتقلبها كتلعب ماستري سو ديك الساعه الصات على جيت نعاونك ونقول لك الكومبوز الحقيقيين ديال زاد الكومبو الاول الصات كنسمى الين كومبو هاد الكومبو هذا هو اللي كديرو بزاف في اللين باش كدوميني اللين ديالك كدير دبليو والاو باش كتسلوي وكدير الكيو جوج ديال الكيوات كيضربو ومع الالكتروفيوز كيجي واحد الدماج زوين ضروري الصاد واحد القضيه خصك تبدا بالاو حيت الاو فاش كيتخصطيها ماشي شادو كيتسلوي فهمتي كيفاش خصك ضروري تكون مسلوي باش تحكمو بالكيو وخاصه انا عارف حول واخا يكون مستوني كاع ماشي غير مسلوي راه غادي تزقلو اولتي كومبو هاد الكومبو هذا كتمشي عند شي واحد كدير عليه الكومبو الاول كتبرق بهاد الموموتي والثاني كدير عليه الاولتي انت شوف وكتبرق الصراحه غير على الاو وصافي والكيو كيموت فلاش كومبو حتى فهاد الكومبو الصاد كدير الكومبو الاول كتحكر على نامي بطبيعه الحال كتقصر خفه تما وكدير الاولتي وكتفلاشي اوت وكتموت بطبيعه الحال نوض تغسل الكومبو هاد الكومبو هذا كدير فيه الاولتي كدير دبليو مورا كدير او كيو وكتخليه كيحماق بوحدو بطبيعه الحال هاد الكومبو هذا فيه بزاف ديال لي فيرسيون احسن وحده انا كتعجبني الصراحه هي فاش كدير اولتي كدير دبليو في الحيط كتعلق تهلا كتحوي خونا مزيان وكترجع عاوتاني بحال هاد الكومبو الصاد ديما كيصدق ما عمري يفشل ديما الصاد كدير اولتي وكتعلق بالدبليو سورتو الا بديتي بالدبليو هذا ماشي كومبو كومبو باش كيعجبك الصاد زاد هو انه اكثر شامبيون كي وان شوت لي زاديسي انت هاي بالكومبو العادي كتوان شوطيها كتعلق فلاش كومبو كيما قلنا واخيرا وومبو كومبو ندوزو لصات المشاكل اللي تعاني منهم الى لعبتي بزاف بروبليم الصات هو انه زاد ابي كيتلعب ميد ونورمالمون الميد كيكون هو غالبا الابي الوحيد اللي كاين في التيم فهمتي دونك الا مشيتو في الابي غادي يوقع واحد المشكلة بلي الارمور غادي تفرقعو دونك شنو الحل اللي كنقترح انا بزاف ديال الناس الصات كيوقعو في هذا الخطا هذا كيحسب لهم بلي الميد هو الوحيد اللي ابي ولكن لا عرفت شكون اللي كيكون ديما ابي يب سوبر دونك ساهلة الصاد كتقول شي تريش معاكم خونا سير ابي صافي سالينا بروبليم تحل المشكل الثاني الصاد هو انه سبحان الله فاش كتلعب زاد بقدرتي قادر كلشي كيرجع عندو الزونيا حتى ليه لا درتي معاه كتبرك على اف كيبك على زونيا يعني فاكي اولا الصاد الا ما كانش عندو الزونيا كدير اولتي كيفلاش يعني كيخليك تما سير موت او ديك اللحظه ولكن الصاد عرفتي شنو النصيحه اللي نعطيك ما تكونش بحالي ما تكونش حمار وما تبداش بالدبليو الا كنت عارف شي واحد عنده الفلاش ما تبداش بالدبليو فهمتي كيفاش دير الاولتي هادي فلاشة هادي تبعو بالدبليو ولكن هانيا مصري راه غادي يقتل الشاب كامل يس باش زوين الصاد زاد هو انه واحد الشامبيون اللي كيرومي بزاف فهمتي كتمشي اللين الاخرين كتقدر لك واحد جوج ديال ليكيل زاز لوز زاد الصاد باش زوين واخا تكون منفي ديما والو كتغبر بنادم اصاحبي مشات فجأة كل شيء وقف ترحما ليها النصيحة الجاية الصاط هي انه الى شتي راسك قوتي كتؤلتي الا دي سي وكتقتلو بسهولة كدير عليه الاغنايت وكيموت الصاط الى كنتي ا دي سي وشتي لا راك لاعب ضد زاد غير اف كي ولا دير شي قلوة ا دي سي انفيدي ما كيدير والو اصاحبي مع زاد انت مات مثال واحد اخر الصاط هي مثلا هاد باينة هادي كتمشي عندها شحال ديال الدماج كدير لها كدير اولتي شتي دابا فا هاني الصاد دابا عندنا الالد دريك صافي قوتوها انت كتمشي عند فين كت اولتيها كتضرب وانت ما كدير لها حتى شي دامج كاع ولكن اخويا الله يبارك في عمر سيدنا مصري هو اللي مكارينا هو اللي محافظ على الامن البلاد
دونك ربحنا الماتش طبيعه الحال. باش تلعب زيد الصاط خصك تكون شويه كيف انت كيفاش بحال مثلا هذا ماستري هذاك داك اللي تما انت شوف كدير عليه الالتي فواحد الوقت فاش كتسكوري الكيل ديالك خصك ضروري تاخذ الكيل الصاط الى تفيديتي فهمتي كيفاش كترجع شو قلت لكم الصاط قبيله الى التيتي وفلاشه كتبعوا بالدبليو انت شوف كاين الصاط نتا حول واخا تبعوا تا بالبوراف المهم الصاط عادي ما كتزهرلكش انلاين ما كتاخذ حتى شي كيل حتى شي قلوه دونك كتمشي للبوط كترزق ستوب رايت ذير كريمنال سكاب التي كتالتي يا وي يا صاح هلو ذا هلو ذا سير ابراهيم بروبليم عاوتاني ديال زيد الصاط هو انه كلشي التيم اللي ضد كامل كتخلي الفلاش والزونيا غير ليك وصافي يعني انت درت فلاش درت زونيا يعني انت ما غاديش تاخذ الكيل وصافي وخا غادي تموت من بعد المهم انت ما تاخذش الكيل الزمله صح راه قارو ما كنكميش ارا درهم ما عنديش درهم ما عندكش هاك الفقيرات امك انت الصاد كدير اولتي كي فلاشي خاص تكون فيه كورونا القلاوي صح بزاف باش زوين الصاد زاد هو انه ديك الدبليو ديالو كتعاونك باش تهرب يعني فهمتي عندك بحال الا جوج ديال الفلاشات دابا انا خدام زي الفلاش عندي الفلاش الثاني دابا الصاط نخاش شوكي عندي خاسر ديال الرياكسيون الصاط ديما فاش تلعب زاد حاول تفوكس على الابي سي لو ماكسيموم بوسيبل بحال دابا مثلا كدير الفلاش كومبو كتقتلو وما كتموتش المره ما كتموتش يعني ماشي ديما كتموت بالفلاش كومبو ماشي ديما تقدر شي مرات مثلا لا ديما كتموت سبحان الله هاد القحبه Bye, have a great time. Surprise, motherfucker! Omae wa mou shindeiru. Nani? Omae takumi de وهادو اللي كيتهدو يديكم في زبي ولا شديدو زبي مصو مادوني Hey, nigga, you got a nice little ass, nigga. Give me your ass, nigga. Nigga, you see me looking at you, nigga. Give me your ass. Get over here! هادي زردة 5 سنت ولا يني 5 سنت understand.
No Faker may be in trouble here, Death Mark. Tries to clean it up for Ryu. Oh, look at the cleanse, look at the moves! Faker, what was that? الحواق What the fuck was that?